الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين القائل: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد حمد الله عز وجل نشكر الأهل والأحباب والإخوة والآباء الأفاضل على هذه الحفاوة وهذا الاستقبال، وقد فتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم، ورأينا من حفاوتهم ومن كرمهم ومن حسن استقبالهم ما هم أهل له. وبعد تاني نحن شفنا ما شاء الله القلوب الصافية نحسبها والقلوب المحبة للتوحيد، والبيان بالعمل ما شاء الله شفع، يعني الكلام ده جاري في لسانه، وقالوا له التوحيد والشجاعة والكرم ده المربوطات مع بعض، لأنه الزول العارف أموره عند الله سبحانه وتعالى ما بيهمه الفي جيبه ولا بيهمه زول العداو، لأنه يثق في الله سبحانه وتعالى. فنقول لكم جزاكم الله خيرا. ثانيا نهنئ الأخ العريس ونقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيته بيت خير وعلم ودين وبركة وصلاح وفلاح وتقى وهدى، وأن يرزقه الذرية الصالحة والرزق الطيب الرزق الهنيء، وأن يوسع عليه وعلى أهله في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على جميع شباب المسلمين. والإخوة تكلموا جزاهم الله خيرا، ويعني ما تركوا شيء يقال، ولكن هذا الزواج أيضا هو من أدلة التوحيد. ونحن يا أخواننا زي ما بيّنوا الإخوة، لما نتكلم عن التوحيد ما بنتهم الناس القاعدين بالشرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج قال لإبراهيم عليه السلام بعد أن ابتلاه وأخرجه قومه وألقوه في النار التي أوقدت سنين عددا حتى كان من شدة حرها أن الطائر لا يطير من فوقها إلا سقط فيها، ثم طرده أبوه، إلى غير ذلك من الابتلاءات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام. ثم قال الله له بعد ذلك، ربنا قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ربنا قال لإبراهيم عليه السلام: أنا عندي لك مهمة، ولكن قبل هذه المهمة العظيمة قال له في وصية لا بد تعلمها. ربنا قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ليه يا أخوانا؟ لأنه القرآن دائما بيناقش الزول اللي بيمشي لغير الله من المخلوقين الضعاف، بيناقشوا بالحجة الواضحة التي يهتدي بها من يريد الحق. ربنا خلقك ورزقك وأنعم عليك وداك صحة وعافية ونعم، وطلب منك أمر واحد وهو أن تعبده وحده لا شريك له. فإذا تركت هذه النعم وشكرت غير الله سبحانه وتعالى كنت مذموما في الدين ومشركا بالله. نحن عندنا هنا في الدنيا زول تلقاه مثلا ود أخوك أو غيره قريبك، صرفت عليه الرسوم بتاعت المدارس، الأكل، الشراب، لغاية ما بقى صبي ولغاية ما يتزوج وجاب أولاد، ويوم قاعد في مناسبة زي دي عمه اسمه أحمد اتصرف عليه قال: والله أخواننا عمي علي ده ما قصر معي، عمي علي ده ما قصر معي. الناس بيقول لي: يا زول هوي انت زول ما فيك فايدة، وانت زول ناكر جميل، عمك داك ده يا هو الزول اتصرف عليك والوقف معاك، تمشي تشكر غيره؟ زي ما بقول المثل بتاعنا: الخيل تجقلب والشكر ليه حماد. صح ولا ما صح؟ ده ما مثل صحيح. الكون ده في مخلوق خلق فوقه حاجة؟ ما في. ربنا قال: الله الذي خلقكم
ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ربنا قال لناس أبو جهل ربنا بيعمل أربع حاجات. في واحد من البتن ده بيعمل واحدة بس في الأربعة دي. قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. شوف ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الإيمان ما بيصح إلا بعداوة أهل الشرك. ليه يا أخوانا أسئل لها الحاجات دي لما تزيد أو زول يشيل منه واطا أو يخش لك في بلادك أو الراعي يدخل البهائم في بلادك المشاكل بتدور لأنه شال جزء من حقك وانت بتبقى لي عدو. ولو شفت زول بيشرب معاه شاي ساكت بتقاطعه. زول بيشيل حق ربنا سبحانه وتعالى ما تعاديه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. كفر بما يعبد من دون الله معناه شنو؟ معناه اعتقد إنه الزول ده عبادته مع الله باطلة وما بيستحقها ولا قدر ذاته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني. الأكلك منه ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. أسي سفرة نسأل الله يبارك في الطعام والأكل. الصينية جابوها لنا دي ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. الموية نزل الله يا قال يقول لك ولي بنزل مطرة يا خليك من تنزل سبيتها بس سبيتها بتقدر. ربنا سبحانه وتعالى قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. شوف الخيرات دي كيف دخل ربنا لأنه ربنا اللي عنده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى قال فأخرجنا منها حبا. الحبوب دي كلها السويد بي والعيش والكسرة والعصيدة والقراصة وغيره والفول وغيره من الحبوب التي يستفاد منها. ربنا سبحانه وتعالى قال حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. بعد ما الزول أكل جابوا له الصينية فيها الموز فيها البرتقال وفيها الجوافة وفيها المانجا ملان يقول لك ذاته ما فيها فرقة وفاكهة. وربنا ما أكلوا براه ما في بهائم واقفة برا وأبى ده طعام البهائم. بعد ما شبع وبقى تمام قال يا سابغ يا بعد ما شبع بقى ينادي في المخلوقين الضعاف الزيو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا مفروشة وممهدة وميسرة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. في حاجة واحدة بس وخطيرة جدا، فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو المثيل والشبيه، أشوف عدل أنداد يعني قريبين لبعض أنداد. لما تعبد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادات الصلاة والصيام والزكاة والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة، وتمشي تدعو مخلوق زيه ولو كان هذا المدعو نبيا من الأنبياء. عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي أنا، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي. والله أخواننا بني آدمين ديل متكبرين تكبر تكبر عجيب. زول يقول لك أنا الجليس على العرش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وجاء في الأثر أن لله ملائكة سجود إلى يوم القيامة وركوع إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ركع مما الله خلق الملك راكع لغاية ما ربنا يقوم الساعة، بيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لا نشرك بك شيئا. بني آدم مخلوق يقول أنا ماسك الكون. جاء في كتاب اسمه سراج السالكين كويس طابع المجلس القومي للذكر والذاكرين، قال أولياء الله الكمل 8 بس، 4 باليمن و4 بالسودان، مرقوا مصر، مرقوا المغرب العربي، مرقوا الخليج، مرقوا البشر ذيل كلهم، 8 بس. قال 4 باليمن و4 بالسودان. قال وأما الذين من السودان فمنهم الشيخ الطيب والدلبشير، ربنا ملكوا الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. الكلام ده الصفحة 143. يا ناس يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا سبحانه وتعالى يبين ضعف البني آدم. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم ما تحرثون. نحن في الحقيقة شغلتنا واحدة بس بنبحث الواطدي، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. شاكده إبراهيم عليه السلام لأنه عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وتعلم توحيد الله جل وعلا، قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يا أخي الليلة في الدنيا دي الناس يقول لك يا أخي الدين برضو جبت له عداوة كده، قبل نجيك للدين في الكورة واحد تلقاه بيشجع ميسي، واحد تاني بيشجع ما أعرف ليك رونالدو كده، اللي بيشجع ميسي ذاك تقول له اسمع وكلهم شغل بتاع الدنيا ساكت، تقول له يا مولانا اسمع، تقول له يا اخي العب زول منه، يقول لك زول، تقول له يا اخي ميسي ده ما بيعرف، بعض مرات ممكن يضاربك يعاديك. ربنا سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال، يقارن الخالق بالمخلوق الضعيف. ربنا حياته ما سبقها عدم ولا يلحقها زوال، وده مخلوق الشيخ ده ذاته اللي بيمشي له والزول ويبروك له ويا ابويا الشيخ وارقد لي شوف لي الخيره واموري تعبانه ويشكو له. الشيخ ده مرق من نطفه، مرق من بطن امه ضعيف تعبان يرضعوه الشيخ ذاته الماشي فوق على البشر والناس بيخافوا منه، والواحد لو بعيد منه مليون كيلومتر بيرجف يقول لك هوي والله الشيخ ده صعب والله، يقول لك انا شيخي ان جلس بيعرف في قلبه وسوس، اوعى يقول لك
ها؟ ما بيحلف بالشيخ بالكذب، وبيحلف بالله بالكذب. تلقوا يخاف من الشيخ. الشيخ ده ذاته الله يكرمك كان بريل، وكان أمه بتغسله، ولليلة الشيخ بيجيه ملاريا تلقاه يكتكت، ولما هو يبقى عيان بيمشي يودوه إسبانيا وعينه تلقاه طافية. وإن أبونا الشيخ دخلوا عملية أدعو له يا ناس، ما قلتوا بيتصرف في الكون؟ العبادة دي حقت الله. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. يخشف ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلى الإنسان بأمر من الأمراض، مرض من الأمراض، مويه ما يقدر يشربها، لو شربها ما يقدر يمرقها. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة تعاين وتسمع. ربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، جسمك جوا تأكل وتهضم وتخرج الفضلات. ناس تلقاهم تعبانين ماشين يغسل في الأسبوع 3 مرات، انت جسمك ده بيغسل في اليوم كم مرة؟ ما حصل ربنا سبحانه وتعالى طالب من عبدي من العباد انه يدفع حق الغسيل بتاع الكلى. دي نعمة ولا ما نعمة؟ والله نعم كبيرة. بتشوف ربنا سبحانه وتعالى ما حصل يوم قال لك ادفع حق الغرانية بس، موية بيضة ما جبنا لك، ادفع حقها. حصل؟ ما حصل. كلها نعم من ربنا سبحانه وتعالى. طيب وقت ربنا النعم دي تشد حقته، لماذا يرغب إلى غير الله؟ والله أخواننا ده موضوعنا، احنا ما عندنا مشكلة قبلية مع زول، ولا عندنا مشكلة في دنيا مع زول، ده الموضوع إنه حق ربنا سبحانه وتعالى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب الناس إلى الله جل وعلا. قال وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. ربنا قال فكبكبوا، كبكبوا بختم بفوق منكسين، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله في الدنيا هنا بالشيخ بيحلف، وبالقعدة بيحلف، وبمرته بيحلف، وبأولاده بيحلف، وهكذا. لكن يوم الحق ما بيحلف إلا بالله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. أنت عارف في الدنيا بسمي الشيخ والفكيه وأهل الله والصالحين والدراك والواصلين، وفي الآخرة بسمي شنو؟ وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ما في طريقة زول يشفع علينا، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يا ريت نرجع الدنيا عشان نبقى موحدين تمام. ربنا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولعل الصلاة جات، ونختم إن شاء الله لهذا الحد ونقف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله، وأن يبارك لكم في المال والأهل والولد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.